اهلا بحضراتكم، ولسه مكملين مع حضراتكم حلقه صباح الخير يا مصر النهارده، وبنتكلم عن بدايه احتفالاتنا بانتصارات اكتوبر المجيده. وطبعا كلنا امبارح تابعنا المصريين واحتفالاتهم الكبيره في كتير من ميادين مصر، وده كان بالتزامن مع الاحتفاليه اللي شفناها قدام النصب التذكاري للجندي المجهول بمناسبه ذكرى نصر اكتوبر المجيده، واللي الحقيقه شاركت فيها القوات المسلحه بالموسيقى العسكريه، وكمان قدمت تحيه للجماهير المصريه بالعروض الجويه اللي بتاكد على كفاءه وتميز سلاح الطيران المصري. والجميل انه المصريين حقيقه تفاعلوا مع الموسيقى العسكريه والمناسبه الوطنيه، كانت بالنسبه لهم فرصه عشان يجددوا وياكدوا دعمهم وتاييدهم للدوله المصريه وللرئيس عبد الفتاح السيسي في كل خطواته في البناء والاصلاح. وهنعلق على فرحه المصريين بذكرى نصر اكتوبر. هينضم لينا على التليفون سياده اللواء اركان حرب ناجي شهود، مستشار اكاديميه ناصر العسكريه العليا. صباح الخير سياده اللواء، ولو تقول لنا النهارده رسالتك مع بدايه كده احتفالات انتصارات اكتوبر للمصريين. صباح الخير يا استاذ هدير، تحياتي لحضرتك ولزملاء العمل في الاستوديو، وتحيه لكل الساده المشاهدين في كل مكان. دايما بفضل في البدايه ارجع الامور لاصولها واضع برقيتي لشهداء مصر عبر العصور. اقول لهم يا شهدائي يا شهداء مصر، احنا عارفين انتوا قدمتم ارواحكم ليه، واقسمنا بعزه جلال الله الا نفرط في نقطه دم واحده تقدمت لهذا البلد. كل انسان فقد ابوه امه واخواته وزوجته وراح عشان البلد ده، احنا بنكمل المشوار وماضيين على وصل امانه يا رب العزه، هنحافظ على هذه الارض الى نهايه الكون بفضل الله. اللي حضرتك بتتكلمي فيه بياخدني الى المهزل الحقيقي لهذا الحدث. هل الانسان المصري قادر ولا غير قادر؟ هل الدنيا قيمته صح وهو فاجئ الدنيا، ولا الدنيا كانت حاطاه في حسابات وبعدين اتفاجئت ان الانسان المصري اللي طلع من الارض واللي جه من المصنع واللي جه من الشارع قادر على انه يعيد الفكر ويعيد التخطيط ويعيد التدبير، قادر على انه يدرس المشكله ويفكر تفكير علمي تفكير عملي، وازاي ياخد اجراءات كامله في امنه في تنفيذ المهمه واستعاده العرض والارض. على فكره المشكله بتاعت 67 73 هي كانت المشكله مش جديده، اول مره ابتدت تغيير هويه سيناء كان 56. 73 67 كانت المحاوله الثانيه، وفي محاوله ثالثه بعد 30 اكتوبر 68. المنتج ان الانسان المصري عنده القدره يقرا كل هذه الامور. ده اللي النهارده بنستعيده يا استاذ هدير. وهنا عايز اوضح لك نقطه عشان شعب مصر ما تكتبش منه حقائق. ايه النقطه المهمه دي؟ جيل اكتوبر ما يندحكش علينا ونفهم ان اخوات مسلحه. لا، جيل اكتوبر ده شعب مصر. ستاته ورجالته شيوخه وشيابه وعماله وفلاحينه، جيل اكتوبر كل من هو كان على قيد الحياه في هذا الامر، كل من شد الحزام، كل من عاش بكوبون الجاز وكوبون الفرخه، كل من فكر وحط نفسه على خط النار، كل ام قدمت ابنها وقالت دي بلدي دي مصر. انما القوات المسلحه هي اذرع الشعب المصري. كيفما يامر شعب مصر القوات المسلحه بتنفذ. لما يتقال لي جيل اكتوبر تنتبهي الى هذا الامر. احنا بنحتفل النهارده 47 سنه، انت عارفه يعني ايه 47 سنه يا هدير؟ مؤكد انت ما كنتيش موجوده. 47 سنه معناها الطفل اللي كان عنده 13 سنه طلع معاش السنه دي. 47 سنه من عمرك يا مصر وانت بتتعرضي لمحاولات وانشطه كسر وهد في حيلك وقواكي وانت يا مصر صامده. طيب اللي ناخده ايه من حرب اكتوبر؟ الاحتفالات اللي شفتيها دي بتقول للمصريين كلهم مهما تعملوا يا دنيا اللي في دماغنا في دماغنا، ومصر مش هتتكسب ابدا. العمل الشغل بتاع اكتوبر هو الانسان المصري. وجيل اكتوبر دايما خليكي فاهمه يا هدير، الجيل الحالي انا براهن عليه افضل منه، عشان ما حد يقول لك في الاعلام او حد يستهبل ويقول لك اصل الشباب تلفان الشباب بايظ. لا يا هدير، انا اللي ربيت الشباب ده. احنا يا فندم بنستمد من روح اكتوبر ومن جيل اكتوبر دايما العزه والكرامه
وحب البلد دي وتربينا عليه طول الوقت وحكايات لا تنتهي عن اكتوبر، وهي دي الروح اللي بتخلينا دلوقتي قادرين نقف قدام كل التحديات اللي بتواجه مصر سياسيا وعسكريا واقتصاديا، ونقف بنفس الروح اللي اتربينا عليها من جيل اكتوبر. سيادة اللواء أركان حرب ناجي شهود، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، كنت معانا في صباح الخير يا مصر، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم.